ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم هنعرف فيه حقيقة تعب ايه احلى، وهل ايه جالها كورونا ولا لا. كمان هنعرف امنية حياة الحاجة هند، وازاي بقى ليها كمان اصحاب في السعودية. لما نبدأ الفيديو ياريت كل الفانز يشوف الفيديو اللي فات اللي نزلناه النهاردة، وفي خبر حصري عن ندى مراد برنس مصر وكمان كوكي. قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ. والحقيقة ظهرت آية أحلى وهي لابسة كمامة وبتبدأ الفيديو، وكان شكلها تعبان جدا وكمان سخنة، وده بيكون اشتباه في كورونا أو عندها برد شديد. آية لابسة الكمامة عشان ما تعديش غزل ويزن، وبالرغم من تعب آية إلا إن هي مهتمية جدا بأولادها وكانت بتسخن لهم الأكل. غزل طلبت تساعدها في الأول لكن هي ما وافقتش. ألف سلامة عليكي يا يويا، ربنا يشفيكي ويعفو عنك. ياريت كل الفانز يدعي الآية ربنا يشفيها. هنا يزون كان بيدعي الآية ربنا يشفيها ويخليها ليه، وكمان بس يديها بجد ما شاء الله عليك يا يزن، يا رب تفضل كده دايما. آية كمان نفسها يزن يفضل كده على طول، ربنا يهديه. وزي ما قلنا في فيديو ان آية اكتر دعوة دعتها عند الكعبة هو ان ربنا يهدي يزن. هنا بقى آية كانت بتسأل الفانز هو يزن شبهها ولا شبه باباه. آية قالت ان بعد الحلاقة يزن ما بقاش شبهها، لكن قولولنا رأيكوا، يزن شبه آية ولا عبد الله؟ احنا بنقول انه في شبه كبير من آية. ودلوقتي هنشوف آية في ستاربكس، ولو متابعين اكيد شفتوا الستوري ان العيلة راحت ستاربكس عشان تشرب قهوة وتجيب كيك، ده قلناه في الفيديو اللي فات. تعالوا بقى نعرف حكاية الحاجة هند وأمنية حياتها. والحقيقة الحاجة هند أمنية حياتها تعيش في السعودية أو في مكان يكون قرب جامع عشان تصلي جماعة وتصلي الوقت بوقته. الحاجة هند بقى ليها أصحاب في السعودية، لما بتيجي تصلي بينادوا عليها تصلي جنبهم. هي تتحب فعلا، ربنا يديها الصحة وعقبال الحجة الكبيرة. وأخيرا غزل أحلى بنوتة كانت بتعمل كمادات لآية وبتديها العلاج، ربنا يحفظها يا رب. بس كده وصلنا لآخر الفيديو، بنتمنى كل الفانز يشوف الفيديو اللي فات ويجاوب على سؤال الفانز هناك. هنا وصلنا للنهاية، ما تنسى نعيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.